أخي خالد، وأنت ذو المكانة عند محمد وسيف الله المسلول، هل شفعت لصفوان لديه؟ أشفع له لماذا؟ الرجل خائف وقد فعل ما فعله بمحمد، ويخشى أن ينتقم منه المسلمون. المسلمون لا ينتقمون، وقريش كلها في أمان. ومع ذلك الرجل خائف وقد أرسلني إليك. لا حاجة به إلي. ليفعل ما يفعله كل الناس ليأمن، ينطق بالشهادتين، أما هذه فلا. لما لا؟ أهو خير منا جميعا وقد أسلمنا؟ هو يقول الموت ولا الإسلام. إذن سيموت وربي. لا لا تقل هذا يا خالد، أمله أن تشفع له أنت، فاشفع له أرجوك. لا والله لا أشفع لكافر حاقد قاتلني ويصر على كفره وحقده. ماذا؟ استجاب خالد؟ خالد لا يستجيب لحاقد كافر قاتله. قاتلته؟ ماذا إذن؟ يريدني أن أستقبله بالزهور والورود؟ يريدك أن تفعل ما فعله الآخرون، أن أقبع في دارك النساء. وماذا تفعل أنت؟ ألا تقبع في دارك كالنساء؟ ويحك يا فاقدة. ويحك صفوان. حسن، افعل أنت ما شئت. أفعل ما أشاء. حسنا، لا أهاجرن إلى الحبشة. صفوان، لا يا صفوان. أم حكيم، أم سليمان، ما بك؟ لا يراك أحد. الهم يحب الوحدة يا ابنة العم. الحق على عكرمة، يركب رأسه ويفعل ما لا يفعله أحد. هو كذلك، فما تراني أفعله؟ ضاقت الدنيا بي وكأنها خرم إبرة. لا لا تقولي ذلك، فما من مأزق إلا وله مخرج. ذهبي إلى رسول الله وأعلني إسلامك واستأمنيه على عكرمة، فما أحسبه إلا شهما ذا مروءة يصل الرحم ولا يرد طلب طالب. إي وربي، هو ذا الحل؟ بأمان الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد مقابلة رسول الله. السلام. أحسنت صنعا، خذني إليه. كما تشائين يا سيدتي. أيها الغلام. مالي؟
إني نار تشتعل ولا أحد سواك يطفئها. ويحك، ماذا تعني أيها الغلام؟ أعني أريدك، أشتهيك، وهي فرصة لن أفوتها أبدا. تريدني؟ إن كانت هذه بغيتك فاطمئن، قد وصلت، لكن ليس هنا وتحت عين الشمس، قد يرانا أحد. ولكن أين؟ أين ومتى؟ في الليل تحت جنح الظلام. حقا؟ أتصدقينني القول؟ بالطبع، اصبر إلى أن يخيم الظلام. متى يخيم الظلام؟ متى يخيم الظلام؟ ليس هو ببعيد، فقط أسرع ما استطعت. وصلنا البحر. إذا نغتسل ونفعل ما نريد عند حلول الظلام. على مهلك، على مهلك، توقف. حان وقت الاستحمام. تحمى أنت أولا. هيا يا سيدتي. أم حكيم، أم حكيم، يا أم حكيم، أم حكيم، انظر إنه زوجي. لا تقولي له شيئا. أم حكيم؟ عكرمة، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ أنت، وقد عز علي أن تفارق أهلك وبلدك. إذن أتهاجرين معي؟ بل تعود أنت معي؟ ومحمد؟ أوصل الناس وأحلمهم وأكرمهم. أنت تقولين هذا يا أم حكيم؟ أجل، فقد ذهبت إليه وأسلمت. أم حكيم؟ لا تقل أم حكيم، لن أجد مخرجا لأمرك سواه، فمضيت إليه أستأمنه عليك فأمنك. كيف أمنني وهو الذي أهدر دمي؟ هذا ما حصل، لكن هناك شيء يجب أن أخبرك عنه. كيف أنت يا غلام؟ أنا بخير يا سيدي. مت أيها الغادر،
فاخيتا. عمتي صباحا. عمتي صباحا زوجة أخي. فخيتة ما بك؟ ساهمة لا تحركين ساكنا. وماذا أفعل؟ كما فعلت أم حكيم. أم تراك لم تسمعي؟ لا ورب الكعبة ما سمعت شيئا. عادت بعكرمة إلى رسول الله، استأمنت له فأعلن إسلامه، وطلب إلى رسول الله أن يستغفر له ففعل. يا لرب الكعبة كم فيه من مكارم الأخلاق. فاذهبي إليه إذن، اطلبي منه العفو والمغفرة لصفوان. بل أبعث إليه برجل لا يرد له طلبا. ماذا قال لك محمد يا عمير؟ ما ترغبين في سماعه يا أخي؟ حقا؟ أروي لي ماذا قلت؟ قلت له صفوان سيد في قومه، قد فر هاربا من مكة وهو يطلب منك الأمان. ماذا قال؟ قال هو آمن، لن يقتله أحد ولن يلحق به أحد، بل هذه عمامته التي دخل بها إلى مكة كي يعرف القوم بها أمنه. أمضي وراء صفوان يا عمير، وعد به إلى هنا وقل له ماذا حدث مع النبي. هيا بسرعة أرجوك. سأمضي للتو ولن أعود إلا به، فاطمئني. إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. عودك الحنين. سئمت التجارة ونفر منها قلبي. إنها مهنة أبيك وجدك. الأخذ والرد والمساومات تتعبني أكثر مما تتعبني الحرب والضرب. الحرب قد انتهت، وعلينا أن نحيا حياة هانئة، وهناؤنا وراحتنا هنا في مكة، فلا تدعها. وإذا دعا الداعي أملك ألا ألبيه؟ يا ابن الحارث، العيون كلها تقول إن محمدا في مكة مطمئن، وقد أسلمت قريش له قيادها،
وما يحسب أحدا يجرؤ عليه وعلى قريش، أليس كذلك؟ هو ذاك يا ابن عوف، محمد آمن الآن ومن مأمنه يؤتى الحذر، وأرى أن نباغته بأقصى ما نستطيع من السرعة. نعم الرأي، ما يقوله قائدنا مالك نفعله، فآفة الرأي التردد والشك. بوركت 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 أيها الأحمر، إنما نحن يد واحدة أمام عدو واحد، وهدفنا واحد، هو أن نهزم عدونا ونقضي على خطره الصاعد. إذن فلنمضي معا قلبا واحدا ويدا واحدة. فلتتهيأوا إذن، ننطلق غدا مع الفجر، ولنحمل معنا نساءنا وأولادنا وأموالنا. نساؤنا وأولادنا؟ لماذا؟ كي نضرب بهم محمدا ضربة اليائس، فيعرف كل مقاتل أن أمامه إما النصر إما الهلاك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مالك بن عوف يجمع قبائل العرب للهجوم على مكة. أواثق أنت مما تقول يا عمر؟ العيون كلها تقول ذلك. ورأس الحربة هوازن وثقيف، أجل ونصر وجشم وسعد بن بكر وقوم من بني هلال. ولكن كيف ومتى حصل هذا؟ هم خائفون من قريش وقد قوي عودها، ومكة ليست بعيدة عن الطائف، فقالوا يهاجموننا هم بدلا من أن نهاجمهم نحن. هذا هو الخطر، يهاجمون مكة ونحن بلا سلاح. نذهب إلى صفوان مساء ونطلب منه السلاح والعتاد. حتى المساء إذا. عن مكة إلى ما كانت عليه. كم عدد رجالنا يا أخا جشم؟ 12,000. 12,000. أين المفر يا محمد؟ أين المفر؟ لأغزونك قبل أن تغزوني. إلى أوطاس أيها القوم، إلى أوطاس أيها القوم. أني بأمر جلل وراءكما. قد جئناك يا صفوان، وما أحسب أنك تردنا خائبين. ماذا؟ أيريد رسول الله أن أسلم ولم تنتهي الأشهر الأربعة بعد؟ لا، ما جئناك لذلك. فماذا إذن؟ قد سمعت أن هوازن وثقيف تجمعان قبائل العرب للهجوم على مكة. أجل سمعت. وقد عزم رسول الله أن نخرج إليهم
قبل أن يأتوا إلينا. ونعم العزم. لذلك ارتأينا أن نأخذ منك بعض السلاح كي نلقى به عدونا. غصبا؟ بل عارية مضمونة نؤديها إليك. ليس بهذا بأس، فهل تكفي 100 درع وما يتبعها من سلاح؟ تكفي وتزيد. إذن اتبعوني أيها الجند. تقبل الله. منا ومنكم صالح العمل. الفرسان بانتظارك. لينصرنا الله. خالد، يقول رسول الله: اذهب بفرسانك فكن حرس المقدمة، واحذر مالك بن عوف فهو قائد بارع. يأمر رسول الله. السمع والطاعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل هناك أوامر جديدة يا أبا حدرد؟ بل بعثني رسول الله إلى هوازن أرى ما هي عليه. هذا ما كنت أفكر فيه، وإنك خير من يرسل إلى هوازن. إني ذاهب، أما أنتم فيقول رسول الله أقيموا في وادي حنين. بأمر رسول الله نقيم هنا أيها الفرسان. هيا رجال، ارسلوا يا رجال.
هيا. دريد بن الصمة، في أي واد نزلتم يا مالك؟ بأوطاس. نعم مجال الخيل. قد أحسن الاختيار إذن. أجل، فما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير ويعار الشاء وبكاء الصغير؟ سقتهم مع الناس ليقاتل كل امرئ عن حريمه وماله. راعي ضأن والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجلا بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فقد فضحت في مالك وعرضك. فما أخبار كعب وكلاب؟ لم يشهدها أحد منهم. غاب الجد والحد إذن. والله لو كان يوم عزة ورفعة لما غابت كعب ولا كلاب، ووددت لو أنكم فعلتم ما فعلاه. بل نريد غزو محمد. اسمع يا مالك، ارفع من معك إلى عليا قومهم، ثم ألقي الصباء على الخيل، فإن كانت لك يلحق بك من هم وراءك، وإن كانت عليك كنت قد حرست على أهلك ومالك. والله لن أفعل، إنك قد كبرت وهرم عقلك يا ابن الصمة. يا معشر هوازن، أتسمعونني؟ واللات والعزة، إن لم تطيعونني لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. أيها الناس، إن أردتم القوم فاكسروا جفون سيوفكم وشدوا عليهم شدة رجل واحد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف رأيت هوازن يا أبا حضرون؟ قد دخلت فيهم كما أمرني رسول الله، حتى سمعت وعلمت ما قد أجمعوا عليه. وعلى ما أجمعوا؟ على حرب لا تبقي ولا تذر. وكم لديهم؟ 12,000 مقاتل. ليسوا بالعدد الكبير. المثير في الأمر أنهم حملوا معهم نساءهم وأولادهم ومالهم حتى لا يفر منهم مقاتل ولا ينظر إلى الرأي أبدا. هي فكرة فذة وربي. دريد بن الصمة رأى غير ذلك. دريد فارس مجرد ورأيه يعتد به. إن لها وإن عليها،
إن أمامنا لخصما ضروسا والله. محمد والذين معه يعسكرون في وادي حنين، ولا شك أنهم قادمون إلينا يريدون ملاقاتنا. فما الذي ترونه؟ ننتظرهم إلى أن يأتوا، بل نذهب فنهاجم معسكرهم في حنين. وما ترى أنت يا قارب؟ الرأي ما يراه القائد، فلنلاقيهم في حنين. هيا هيا. هذا هو الرأي، نعبر مضيق حنين قبل أن يعلم العدو بوجودنا، وبذلك نفاجئه فنضمن نصف النصر. يقول رسول الله: لتكن المعركة في الزيمة وليس في أوطاس. يأمر رسول الله. أستودعك الله. سعد، خالد يا ابن عوف. لقد نجحت الخطة يا ابن عوف. هلم هوازن، هلم ثقيف، القط عليهم، لا تدعوا منهم صافر نار. ماذا يحدث؟
الأنصار، يا أصحاب السمرة، إلى رسول الله، إلى رسول الله، إلى رسول الله. لقد جاءكم الموت أيها المسلمون، لقد جاءكم الموت يا أتباع محمد. ماذا يجري؟ إنهم يولون الأدبار. الآن بطل السحر، الآن بطل السحر. اسكت اسكت، فضل الله فك. والله لأن يردني رجل من قريش أحب إلي من أن يردني رجل من حوازن. لكنني اليوم أدرك ثأري من محمد. قولوا لي أين أجده، أين محمد الآن؟ أمضي بنفسي إليه فأثار لأبي في أحد. أهدى أهدى يا شيبة، أجننت يا شيبة، أجننت. تلبث حيث أنت فلا تدري على من تدور الدوائر. إلى أين؟ عودوا يا جند الله، عودوا يا جند الله، عودوا، عودوا يا جند الله، عودوا، عودوا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. حلب هوازن، حلب ثقيف. قاتلوا على سليم، قاتلوا على سليم.